السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن بعض أنواع الخلايا الكهروكيميائية الخاصة، ولكن قبل ذلك اسمحوا لي بملاحظة رياضية. عندي هذا الاتزان، كتبنا له هنا دلتا جي تساوي دلتا جي نوت زائد ار تي ال ام كيو. نعرف كيف نكتب كيو كما تعلمنا في تفاعلات الالكتروكيمستري كيف نكتب النيرز ايكويشن. لكن في كثير من الاحيان بدل اللوغاريتم الطبيعي نود استخدام اللوغاريتم العشري. كيف نحول اللوغاريتم الطبيعي الى لوغاريتم عشري؟ هذه هي ملاحظتنا. هذه هي المعادلة التي سنستخدمها للتحويل. log العدد x للبيس b يساوي log نفس العدد x للبيس a مقسوما على log البيس b اللي كان هون في الشمال log البيس b to the base a. خلينا نطبق هذه المعادلة على اللوغاريتم الطبيعي واللوغاريتم العشري. عندي عدد x، بدي أعرف قديش اللوغاريتم العشري للعدد x، يعني بدي log x to the base 10. حسب القاعدة هذا لازم يساوي log x to the base e اللي هو اللوغاريتم الطبيعي مقسوما على log العشرة هي هذا البيس to the base e. log x to the base e هو ln x مقسوما على ln العشرة. ln العشرة قيمتها معروفة 2.3، عوض بيطلع عندك في الأخير إنه ln x تساوي 2.3 مضروب في log x للبيس 10. الآن هذه العلاقة بدنا نعوضها في النيرست إكويجن بصورتها الأصلية. بدل ln بدك تعوض 2.3 log. هاي بدل ln ln q عوضت 2.3 log. ما تغير إشي تاني. RT على ZF بدل ال ln ln q عوضت 2.3 log. الآن at room temperature أنا بعرف إنه RT على F 0.0257، أضربها في 2.3 راح يطلع معك 0.0591، وهو عدد مشهور في الالكتروكيمستري فدائما تنبه له. أصبحت النيرست إكويجن at room temperature E تساوي E نوت ناقص 0.0591 مقسوما على Z مضروب في log Q. الآن نيجي على النوع الأول من الخلايا الكهروكيميائية بنسميها concentration cells. عندي silver rod مرموس في silver nitrate بتركيز 0.1. عندي silver rod مرموس ب silver nitrate solution بتركيز 1 مولر. مفصولين التو هاف سيلز عن بعض بسولت بريدج، هون بورس ديسك بفصلهم بورس ديسك بأمن الاتصال الكهربي. والآن نلاحظ في هذه الجهة السيلفر رود يتآكل، في هذه الجهة في ترسبات، ونلاحظ في انتقال تيار كهربائي عندما أصل القطبين بعضهما مع بعض. لماذا يا ترى يسري تيار كهربائي؟ لماذا تحصل عمليات كيميائية مع إنه التو إلكترودز سيلفر إلكترود من هذه الجهة سيلفر إلكترود من هذه الجهة بيختلفوا عن بعضهم البعض فقط في تركيز السيلفر نايتريت في التو إلكترودز؟ هذه هي الخلية هنا موجودة مرة ثانية. خلينا نتأمل في التفاعلات التي تحدث بها. أولا ماذا يحدث في الأنود؟ الأنود تحدث عندي عملية أكسدة. الأنود الاي جي هذا هو الأنود الاي جي بتتأكسد إلى اي جي بلس زائد 1 إلكترون. جهد الأكسدة هو عكس الريدكشن بوتنشال، إذا ناقص 0.8
فولت. إذا بتلاحظ أنا هنا الـ Ag بلس أيونز اللي بتكونوا نتيجة الأكسدة حطيت بين قوسين ليفت إنه هذا موجود بالـ Left Compartment. طيب ماذا يحدث في الكاثود؟ في الكاثود تحدث عندي عملية اختزال. الـ Ag بلس الموجود في السوليوشن عم بيكتسب إلكترونات وبتحول لـ Ag. الـ Reduction Potential لهذه العملية under standard conditions هو 0.8 فولت. الآن بسأل نفسي ما هو السيل رياكشن؟ انتبه الـ Ag solid هذا ما بهمني. الـ Ag بلس ما بنشطبهم مع بعض لأنه هذا الـ Ag بلس موجود في الـ left compartment وهذا الـ Ag بلس موجود في الـ right compartment. لذلك ما بنشطب الـ Ag بلس. في سيل رياكشن؟ نعم في سيل رياكشن. ما هو السيل رياكشن؟ السيل رياكشن هو انه الـ Ag بلس الموجود في الـ right compartment بنتقل لـ Ag بلس في الـ left compartment. ايش هذا؟ هذا diffusion، هذا انتشار. الـ Ag بلس عم بنتقل من التركيز العالي اللي هو 1 مولر الى التركيز المنخفض اللي هو 0.1 مولر. انتبه هو ما انتقل انتقال عادي هيك، هو صارت أكسدة واختزال. يعني هون زاد تركيز الـ Ag بلس نتيجة الأكسدة الموجودة في الأنود، وهون انخفض تركيز الـ Ag بلس نتيجة الـ Reduction اللي بتتم في الكاثود. ففي المحصلة نقص تركيز هون، زاد التركيز هون، فكأنه العملية هي انتقال إلى سيلفر أيونز من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. هذا هو السيل رياكشن. قديش اي نوت له يا ترى؟ اي نوت له صفر، واضح، لانه اي نوت لهذا الالكترود واي نوت لهذا الالكترود متساويين ومعكوسي الاشاره، اذا المجموع صفر. الاي نوت صفر، ولكن كيو كيو لهذا التفاعل هي تركيز الاي جي في الليفت كومبارتمنت 0.1 تقسيم الـ Ag بلس في الـ right compartment اللي هو الكاثود اللي هو 1. إذا Q هي 0.1. والآن بدخل في معادلة نيرز، بدك تنتبه معاي. E نوت للسيل قيمتها 0، Z قيمتها 1 من المعادلات هاي فوق، Z قيمتها 1 و Q قيمتها 0.1. الآن نستطيع حساب E نوت للسيل. E نوت عفوا E للسل، السل هاي إذا قست لها الفولتية ستجد إنه راح تعطيك 0.059 فولت أو 59.1 ميلي فولت. من وين أجت الكهرباء؟ أجت الكهرباء من هذه العملية اللي هي الانتقال من التركيز العالي إلى التركيز المنخفض. هذه العملية spontaneous من قيمة E، قيمة E موجبة، إذا دلتا جي للبروسيس نيجاتيف. هذه العملية spontaneous، استطعت بهذه الكونستراكشن بهاي السيل الديفيوجن للسولت ايونز من هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن عن انتج من هذه العملية كهرباء. إذا هذا الديفيوجن البسيط من تركيز عالي إلى تركيز منخفض بهذا الكونستراكشن بهذه الآلية بهذا الباث استطعت أن أولد منه كهرباء. مرة أخرى من وين أجت الكهرباء؟ أجت من عملية انتقال الأيونات من التركيز العالي إلى التركيز المنخفض. هذه العملية spontaneous، وفي هذه الخلية يتم توليد كهرباء من عملية انتقال الأيونات من التركيز العالي إلى التركيز الواطي، تماما كما في الشلال تنتج كهرباء من انتقال الماء من البوتنشال العالي أعلى الشلال إلى البوتنشال الواطي أسفل الشلال، وكذلك الأمر في السدود. هذا مثال آخر موجود هون، أرجوك اتأمل فيه، لا يختلف عن المثال السابق إلا في قيم التراكيز واستخدام الحديد والآيرون 2 بدل من السيلفر والسيلفر بلس.
رجاء ما تشوف الحل إلا بعد ما تحل بنفسك وتقارن إجابتك بالحل، لا تستخدم الحل للتعلم. حاول أن تحل ومن ثم تقارن إجابتك بما هو موجود، هيك تختبر نفسك. نأتي الآن إلى موضوع النيرس بوتنشال. في عندي هون 2 KCl solutions separated by a membrane. هذا KCl solution وتركيزه C2، هذا another KCl solution بتركيز C1، C2 أكبر من C1. الحجم هون يدل على التركيز، يعني هذا حجم كبير معناه انه C2 أكبر من C1. هذول التو solutions مفصولين عن بعضهم البعض بممبرين. هذا الممبرين is permeable only to potassium ions، يعني هذا الغشاء ممبرين غشاء يسمح للبوتاسيوم بالنفاذ من خلاله وليس للكلورايد. هذا semi permeable membrane، شبه منفذ. إذا هذا الممبرين يسمح للبوتاسيوم بالانتقال ولكن ليس للكلورايد ايونز. طيب تركيز البوتاسيوم هون عالي وتركيز البوتاسيوم هون منخفض، فواضح انه لازم يتحرك البوتاسيوم من التركيز العالي الى التركيز المنخفض. ماذا سيحدث مع الزمن؟ مع انتقال البوتاسيوم من الحجرة اليمنى الى الحجرة اليسرى يقل تركيز الشحنات الموجبة، يصبح في عندي فائض في الكلورايد ايونز، في عندي فائض في الشحنات السالبة، في عندي على الجهة اليمنى تراكم في الشحنات السالبة. ولما انتقل البوتاسيوم من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى صار في عندي في هذه الجهة فائض من الشحنات الموجبة، هذا يمثل تراكم الشحنات الموجبة في الجهة اليمنى. على شقي الجدار من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر تتراكم الشحنات، يتكون عندي potential difference. هذا potential difference بسميه delta phi، هذا القطب السالب هذا القطب الموجب. هذه delta phi هي nearest potential، هي potential difference الذي سيتكون على semi permeable membrane نتيجة نفاذ البوتاسيوم فقط وعدم السماح للفلورايد. لكن هذا البوتنشال ديفرنس، هذا النيرس بوتنشال بيتكون، هذا سيقاوم حركة البوتاسيوم، لأنه لما يجي البوتاسيوم بده يتحرك راح يلاقي أمامه حائط من الشحنات الموجبة تدفع للخلف تقول له ممنوع تدخل، والكلورايد هذا راح يشده ويقول له ممنوع تروح على الشمال. إذا وجود هذا البوتنشال ديفرنس سيقف عائقا أمام انتقال البوتاسيوم من الحجرة اليمنى إلى الحجرة اليسرى. بعد وقت يسير جدا سنرى أن البوتاسيوم سيتوقف عن الانتقال، بالرغم من أنه تركيزه عالي سيتوقف عن الانتقال إلى الحجرة اليسرى، والسبب هذا هو البوتنشال يتكون النيرس بوتنشال الذي يدفعه بعيدا ويمنعه من النفاذ ويبقي في الجهة اليمنى. الآن خلينا نحلل عملية انتقال البوتاسيوم في البداية ومن ثم توقف انتقال أيونات البوتاسيوم ثيرموديناميكيا. نتذكر تركيز هون C2 أكبر من تركيز هون اللي هو C1. البوتاسيوم tends to move from higher concentration to lower concentration، بده يتحرك من التركيز العالي الحجرة اليمنى إلى التركيز المنخفض الحجرة اليسرى. الـ driving force لهذه العملية delta G C جاي من concentration، من concentration difference. هاي delta G الناتجة من اختلاف التركيز، من انتقال من التركيز العالي للتركيز المنخفض. RTLN C1 هو الفاينل ستيت، يعني هو بنتقل من هون، هاي البداية وهاي النهاية. C1 الفاينل على C2، وبما انه C1 اصغر من C2 هذا اقل من 1، الـ LN نيجاتيف
دلتا جي نيجاتيف، هذه بروسيس دلتا جي إلها نيجاتيف. لكن انتبه، احنا مش عم ناخذ الان بعين الاعتبار انه في بوتنشال، وهذا البوتنشال عم بدفع البوتاسيوم بعيدا عن الممبرين. هاي مكتوب هون، البوتاسيوم ترانسفير is stopped by the formed potential difference. طب قديش هذا البوتنشال ديفرنس؟ هذا بنعرف دلتا جي الكتريك هي ناقص زد اف دلتا فاي. هلا هاي دلتا جي اشارتها سالبه ولا موجبه؟ هذا بيعتمد على إشارة دلتا فاي. انتبه معي، على جميع الأحوال هي إشارتها معاكسة لدلتا جي أوف كونسنتريشن، لأنه دلتا جي إلكتريك تقوم بعمل معاكس لما تقوم به دلتا جي أوف كونسنتريشن. دلتا جي أوف كونسنتريشن تدفع البوتاسيوم من الجهة اليمنى لليسرى، بينما دلتا جي إلكتريك تقف عائق، حائق، سد منيع أمام انتقال، تمنع انتقال البوتاسيوم من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. دلتا جي توتال هي مجموع دلتا جي إلكتريك زائد دلتا جي أوف كونسنتريشن. دلتا جي أوف كونسنتريشن تدفع البوتاسيوم بهذا الاتجاه، بينما الإلكتريك بوتنشال هذا اللي تكون بدفع البوتاسيوم بعيدا، بمنعه تشتغل في هذا الاتجاه، تمنع البوتاسيوم من الانتقال، تشتغل في الاتجاه المعاكس. بعد فترة يسيرة سيتكون عندي حالة الاتزان، وستصبح دلتا جي توتال قيمتها صفر. إذا دلتا جي إلكتريك زائد دلتا جي أوف كونسنتريشن يساوي صفر. إذا وصلنا حالة الاتزان، دلتا جي توتال تساوي صفر، بعوض بدل دلتا جي إلكتريك ناقص زد إف دلتا فاي، وبدل دلتا جي كونسنتريشن آر تي إل إن سي واحد على سي اثنين، برتب المعادلة ومن ثم بحل بالنسبة للدلتا فاي، وأحصل على قيمة للنيرس بوتنشال دلتا فاي تساوي آر تي على زد إف إل إن سي واحد على سي اثنين. الآن سي واحد أصغر من سي تنين، إذن دلتا فاي راح تطلع نيجاتيف. لكن لو حبيت تحط سي تو في البسط وسي ون في المقام، راح يطلع معك نفس الجواب، بس بتكون دلتا فاي موجبة. مش مهم، مش مهم إحنا كيف نعرف سالبة ولا موجبة. الجهة السالبة دائما جهة higher concentration of the cations. هاي الجهة كانت فيها higher concentration of potassium، فتكونت الجهة السالبة. الجهة اللي فيها lower concentration of cations راح يطلع عندي إيش؟ The positive side of the potential. يعني هاي قضية دلتا فاي positive ولا negative، عارف زي إيش؟ يعني حطيت الأسلاك مرة الطرف الأول هون والطرف الثاني هون، أو عكست الأطراف تبعت الأسلاك، راح تحصل على نفس القيمة ولكن بإشارة مختلفة. مشان هيك إحنا مش راح نهتم كتير على انه نحط سي واحد على سي اثنين ولا سي اثنين على سي واحد. الجواب اللي بنطلعه بعد ما اطلعه بقول النيجاتيف سايد از ذس سايد، اللي هو في هذه الحاله السايد اوف هاير كونسنتريشن اوف بوتاسيوم. طيب خلينا نتساءل شوي ونشغل عقلنا. احنا مشان ينشا هذا البوتنشال، مش انتقل البوتاسيوم من الجهه اليمنى للجهه اليسرى؟ نعم انتقل البوتاسيوم. هل نشأ عن ذلك تغير في التراكيز؟ الجواب لا. معقول انتقل البوتاسيوم ولم تنشأ تغير في التراكيز؟ انتقل حوالي مليون أيون من أصل 10 مرفوعة القوة 22 أيون. يعني من كل 10,000 مليون مليون بوتاسيوم أيون موجودين في الحجرة هاي، انتقل أيون واحد. هذا لا شيء في عالم الأرقام الضخمة، واحد من أصل 10,000 مليون مليون لا شيء. هذا not significant. مش بس not significant، ولا يمكن بأي تقنية موجودة إنك تقدر تعرف والله انتقل أيون واحد من أصل 10,000 مليون مليون أيون. هذا التغير في التركيز لا يمكن أن تلاحظه عمليا مهما اجتهدت. ولذلك إيش منقول؟ منقول انه لم يحصل تغير في التراكيز، بالرغم من انه انتقل مليون ايون، لكن هذول المليون ايون لم يحدثوا تغير في التركيز، لانهم لا يمثلوا الا واحد من 10,000
مليون مليون ايون كانوا موجودين. النيرس بوتنشال قد يستغرب البعض، نجده ايضا في اجسامنا. جدار خلايا الثدييات، احنا من الثدييات، جدران خلايا الثدييات الماماليان سيلز are freely permeable to potassium ions but much less permeable to sodium and chloride ions. جدران الخلية تسمح للبوتاسيوم بالانتقال، ولكن انتقال ايونات الصوديوم والكلورايد محدود جدا. تركيز بوتاسيوم ايونز داخل الخلية 155 ميلي مولر، خارج الخلية 4 ميلي مولر. نتيجة اختلاف التركيز بده ينتقل البوتاسيوم من داخل الخلية إلى خارج الخلية، سيتكون على جدار الخلية Nernst potential. بقول لك في السؤال calculate this Nernst potential على جدار الخلية، بس ما عليك إلا أنك تطبق القانون اللي اشتقناه قبل شوي. دلتا فاي تساوي ار تي على زد اف ال ان سي 2 على سي 1. في هون حطينا التركيز الاعلى فوق والتركيز الاقل تحت، زي ما اتفقنا قبل قليل. مش مهم ايش بتحط، المهم كيف تفسر الجواب. زد قيمتها 1 لانه انا بحكي عن بوتاسيوم ايونز، شحنته زائد 1. عوض، لاحظت انا قديش درجه الحراره اللي عوضها؟ 310. عندك فكره ليش؟ هاي 37 درجة مئوية هي درجة حرارة جسم الإنسان. هذا النيرس بوتنشال بيطلع قيمته 97.6 ملي فولت. أي الجهة هي السالبة وأي الجهة هي الموجبة؟ جهة التركيز الأعلى من البوتاسيوم. وين التركيز الأعلى من البوتاسيوم؟ التركيز الأعلى في البوتاسيوم كان داخل الخلية. هاي التركيز الأعلى هو بيكون النيجاتيف سايد، والتركيز الأعلى داخل الخلية. إذن the negative side is that with higher concentration، يعني inside the cell. دعونا نتعرف الآن على ما يسمى بالدونان إكويليبريوم، ولنوضح الفكرة نشرح هذا المثال. في عندي هنا مادة اسمها الصوديوم بالميتيت بتركيز 0.1 مولر موجودة في هذه الحجرة. ما هو الصوديوم بالميتيت؟ البالميتيت هو الأنيون of palmitic acid. البالميتيك أسيد إذا فاتي أسيد كاربوكسيليك أسيد بتشين كبيرة. هذا الأنيون إذن هو الأنيون ضخم الحجم. هذا السوليوشن من الصوديوم بالميتيت مفصول عن الصوديوم كلورايد سوليوشن اللي تركيزه 0.2 مولر بغشاء شبه منفذ. هذا الخط الأحمر متقطع هو سيمي بيرميبل ممبرين، بيسمح لأيونات الصوديوم أن تنتقل خلاله، بيسمح للكلورايد أن تنتقل خلاله، ولكن يمنع البالميتيت أيونز أن تنتقل خلاله. إذن هذا الغشاء شبه المنفذ يفصل محلول صوديوم بالميتيت بتركيز 0.1 مولر الموجود في الحجرة اليمنى اللي أسميها الحجرة 2، وبفصل الصوديوم بالميتيت غشاء شبه منفذ عن محلول الصوديوم كلورايد الموجود في الحجرة اليسرى اللي سميتها الحجرة رقم 1. الآن تركيز الصوديوم في الحجرة 1 0.2، في الحجرة 2 هو 0.1. إذن هنا تركيز عالي، هذا التركيز منخفض. الصوديوم أيونز tend to move from high concentration to low concentration. دلتا جي لهذه العملية زي ما عملنا مع البوتاسيوم في السلايدات السابقة، RTLN تركيز الصوديوم في الفاينل ستيت اللي هي الحجرة 2 التركيز الأقل على تركيز الصوديوم في الانيشال ستيت هي الحجرة رقم 1 التركيز العالي، لأنه هي زي تفاعل بنتقل هون الصوديوم من التركيز العالي للتركيز المنخفض، فهذا بالنسبة له هي الفاينل ستيت تيجي فوق في البسط والانيشال ستيت تيجي في المقام. طبعا بدك تلاحظ انه تركيز الصوديوم عم بتغير مع الزمن مع الانتقال، وتركيز الصوديوم كذلك في هذه الحجره، فدلتا جي هاي عم تتغير عم كقيمه، عم تتناقص كقيمه بغض النظر الان عن اشارتها. الكلورايد نفس الشيء، هون تركيز عالي 0.2، هون انيشالي تركيز 0،
دلتا جي لانتقال الكلورايد من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن نفس القانون زي الصوديوم. هذه هي الفاينل ستيت وهذه هي الانيشال ستيت، وبدك تنتبه انه التركيز عم تتغير، هذا عم بيزداد التركيز في الحجرة 2 مع الزمن، وفي الحجرة 1 عم بنقص مع الزمن. بعد فترة أصل إلى حالة اتزان. دلتا جي توتال اللي هي مجموع دلتا جي اللي جاي من انتقال الصوديوم ودلتا جي الخاصة بانتقال الكلورايد، مجموعهم هدول بعد فترة بما إني أوصلت حالة الاتزان يصبح صفر. اجمع هدول الحدين هاي هون، خد ار تي عامل مشترك، بتبقى معك هذا الشيء. دلتا جي توتال اذا تساوي هذا الاكسبريشن وتساوي صفر. اذا هي تساوي صفر اذا ما بعد ال ان هذا قيمته بدها تكون واحد، اذا هذا اللي قدام ال ان بده يكون واحد. ماذا يعني ذلك؟ انه تركيز الصوديوم في الحجره 2 مضروب في تركيز الكلورايد في الحجره 2 لازم يصبح مساويا لتركيز الصوديوم في الحجرة 1 مضروبا بتركيز الكلورايد في الحجرة 1 عند الوصول إلى حال الاتزان. إذا في الاتزان عندما تصبح دلتا جي توتال تساوي صفر سيتحقق هذا الشرط. لنقل إنه حتى وصلنا حالة الاتزان اللي انتقل من الصوديوم هو X مولر، واللي انتقل من الكلورايد هو كذلك X مولر، لازم يكونوا متساويين. اللي انتقل من الصوديوم لازم يكون مساوي لما انتقل من الكلورايد. لماذا؟ حتى يبقى السوليوشن إلكترون نيوترال، حتى يبقى هون عدد الشحنات الموجبة مساويا لعدد الشحنات السالبة. إذا ما انتقل من الصوديوم مساوي لما انتقل من الكلورايد، ولنفرض انه قيمة ما انتقل من الصوديوم او من الكلورايد حتى وصلنا لحالة الاتزان هو X. اذا كم سيكون تركيز الصوديوم في الحجرة 1 بعد الوصول الى حالة الاتزان؟ كان 0.2 انتقل منه X، اذا تركيز الصوديوم في حالة الاتزان في الحجرة 1 هو 0.2 ناقص X. نفس الشيء بالنسبة للكلورايد، سيكون تركيزه في الحجرة رقم 1 0.2 ناقص X. طيب ما هو تركيز الصوديوم بعد الوصول لحال الاتزان في الحجرة اليمنى؟ 0.1 زائد X، وتركيز الكلورايد كان 0 وزاد بمقدار X، إذا X. هذه معادلة فيها مجهول وحيد هو X. مطلوب منك انك تحل لحالك هذه المعادلة وتشوف قديش قيمة X. مرة ثانية، ما هي X؟ هي مقدار ما انتقل من ايونات الصوديوم in concentration units، ومقدار ما انتقل من الكلورايد ايونز in concentration units حتى وصلنا لحالة الاتزان. هذا الاتزان الجديد اللي وصلناه اسمه الدونان إيكوليبريوم. لما تحل هذه المعادلة راح تكتشف انه X قيمتها 0.08 مولر. ماذا يعني؟ يعني انخفض تركيز الـ Na+ من الحجرة على الشمال بمقدار 0.08، وكذلك تركيز الكلورايد في الحجرة على الشمال نقص بمقدار 0.08. زاد تركيز الصوديوم في الجهة اليمنى بمقدار 0.08 مولر، وزاد تركيز الكلورايد في الجهة اليمنى بمقدار 0.08. طيب جهة البالميتات التركيز فيها 0.1 زائد X للصوديوم، كان 0.1 زاد بمقدار 0.08، أصبح تركيز الصوديوم 0.18. تركيز الكلورايد في هذه الحجرة أصبح 0.08 مولر. طيب الجهة اللي كان فيها الصوديوم كلورايد الكومبارتمنت رقم 1 هي 0.2 ناقص X، نقص تركيز فيها بمقدار X، إذا تركيز الصوديوم والكلورايد كلاهما
0.2 ناقص 0.08 أي 0.12 مولا. الآن راح يتكون نيرس بوتنشال على هذا الممبرين. راح يتكون نيرس بوتنشال على هذا الممبرين. خليني أشوفه من وجهة نظر الصوديوم. قديش تركيز الصوديوم على هذه الجهة؟ 0.18. قديش تركيز الصوديوم على هذه الجهة؟ 0.12. نتيجة اختلاف هذا التركيز زي البوتاسيوم في البوتاسيوم كلورايد راح تتكون عندي potential difference على الجدار. قديش قيمة البوتنشال ديفرنس؟ RT تقسيم ZF، Z قيمتها 1 للصوديوم. LN هون عوضت التركيز العالي 0.18 اللي هو موجود على جهة البالميتيت، ومقسوما على التركيز الأقل اللي هو في كومبارتمنت رقم 1 اللي هون اللي هو 0.12. الجواب 10.4 ملي فولت. وين الجهة الموجبة؟ الجهة الموجبة هي الجهة اللي فيها higher concentration من الصوديوم. وين الصوديوم موجود بhigher concentration؟ موجود في هذه الجهة، جهة البالميتيت. بالميتيت بيطلع إذن هذه الجهة نيجاتيف، وهذه الجهة هون عندي بوزيتيف. هذه الجهة higher concentration هي النيجاتيف سايد، وهذا هو البوزيتيف سايد. هيك بنحدد احنا اتجاه البوتنشال بالتركيز. طب بيجي واحد بيقول طيب شو رايكم ليش استخدم الصوديوم ليش ما استخدم الكلورايد؟ خليني استخدم دلتا، احسب دلتا فاي للكلورايد. مش معقول الجواب يطلع مختلف، لازم يطلع نفس الجواب لانه هو نفس الممبرين وعليه نفس البوتنشال ديفرنس بده يكون. رجاء جرب تعملها مع الكلورايد وشوف، لازم يطلع معك نفس الجواب. هاي الجواب طلع هون باستخدام الكلورايد برضو 10.4 ملي فولت، وكما قلت لك هذا هو الجواب المنطقي. مش معقول على نفس الممبرين يكون في potential difference delta phi بقيم مختلفة. يعطيكم العافية، شكرا لاستماعكم.